ابقوا معي حتى نشاهد هذا الإعلان عن الاحتفال في سوريا. لأول مرة في سوريا. مهرجان الملك. هذا المخلص الوحيد الذي يخلصنا من خطايانا، عندما نتقدم إليه ونقول له يا رب سلمك حياتي، سامحني وأطلب منك أن أكون ابن لك، عندها سأسمع نداء نعم أنت ابني. يا مالك الملوك، يا سيد الأسياد، بنحتفل بفدينا الحي من الأموات. يا مسيحنا يسوع إلهنا حي، لما أجا يسوع المسيح كسر كل الحواجز، ما عادش في تمييز بين ديان وديانة، بين خلفية وخلفية، بين عرق وعرق، بين رجل أو بين امرأة، جاء المسيح لكل البشر. مهرجان الملك وحكاية بلد. جبلنا جبلنا الرب الإله بإيده، جبلنا وبدم ابنه يسوع كل الخلاص جبلنا. يا 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 جبلنا. مهرجان الملك ومفاجآت أخرى. مهرجان الملك. يلا نحيي يسوع الملك ونسقف بإيدينا، نفرح قلوبنا دايما ونسيج حوالينا. كونوا معنا في وادي النصارى الجمعة 9 آب أغسطس الساعة 6 مساء في ملعب الناصرة. الدعوة عامة.